باذن الله تعالى مع السؤال الاول: ما حكم جمع الصلوات اثناء مزاوله العمل؟ ما حكم جمع الصلوات اثناء مزاوله العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع السفر ويجمع المطر ويجمع بشدة البرد صلى الله عليه وسلم. أما العمل فينظر هل تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها، وأفضل كل ما يراك الذين حولك يتأثرون في المسلم الذي يصلي تشهد لك بقاع الأرض. أما إذا كنت مضطرا مثل المغرب والعشاء أحيانا يكون الإنسان متعب جدا وسينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بلا مطر ولا خوف ولا عذر عليه الصلاه والسلام. ولكن لا تجعل دينا. نعم. بالنسبه للسؤال شيخ لان انا وصلت عليه في شكل اخر، مثلا هل العمل البعير يعتبر وصفه؟ العمل البعير الذي يعتبر وصفه؟ نعم، العمل اللي هو اكثر من 70 كيلو يعتبر وصفه. وهنا اهل العلم قال اي شيء تعب وانت سبب فلا باس ان تقصر حتى ترجع. صلي جمعا وقصرا، جمعا بين الصلاتين وقصرا، هذا وصف من الله لك. اصل اذا كنت صائما ولا تستطيع فلا باس. وان طالت المده ما دامك تسافر وتذهب حتى لو ما استطاع الانسان رمضان كله في الفطر وفي الجمع لا باس، حتى يجد مكان يستقر فيه. نعم. سؤال